inkastoo ay tahay madaxweyne Soomaaliyeed haddana waxa tahay muwaadin Mareykan ah dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamo 7 ah oo madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump uu ku daray inaanay dalkan soo gali karin ee muwaadiniinta ka soo jeeda sidee u aragtaa go'aankaasi maxayse dawladdaadu ka qabanaysaa إن شاء الله هدو إله 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 وحن جاء الله يعرين تاسي إنا كلاها اللي دولد مرايزن كا أصبو هذا التميد وحن اسكود ديايا إن دو آن كاس لغا نقضو بعدما سوماليزا تجد مرايزن كا إيهين داد شاقايستا وودن كا وحكو كرلية ديب كا قلوين كنا وديد كا نوغيستين كليا ما آها إذا سوماليا والمعلومة بيسكون قرحنا يعني ضد مساكينة عروف يدمر يعرفوا له بابينا يعني هانتي ولي بدي كون وجاري تا إن دونكي أنا نولا وينه مركا وحنكو خصبنا وحنكو خصبنا هاي إن سيدا نقدر دعنا فلان كذا قالوا سين نلاقى صار ليس كاس kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee dhawaan la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo أنا دوك حيرو سنان دكا سنان وغو